يختار أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله مسجد الساقية الحمراء بالدار البيضاء لأداء صلاة الجمعة بكل ما يحمله اسم هذا الصرح الجليل في ثناياه من رمزية تاريخية دينية وحضارية ووطنية. ويقوم أمير المؤمنين بأداء صلاة الجمعة بمسجد الساقية الحمراء بالدار البيضاء، وهي الحاضرة التي تحتل في ذاكرة الوطن وحاضره مكانا رفيعا ومقاما متميزا، وهي الساقية الحمراء التي ضحى المواطنون بالغالي والنفيس لتكون واسطة عقد المملكة الموحدة شمالا وجنوبا المظللة بإمارة المؤمنين، عظمت منزلة وشأنا وتقديرا وتشريفا وتوقيرا. وهي الساقية الحمراء وشقيقتها وادي الذهب اللتان شكلتا دائما حاضرة وحدوية أصيلة ومنارة مشعة وحصنا حصينا حافلا بالرجال الصالحين وأصحاب الكرامات الأتقياء المؤمنين الذين جعلوا من إمارة المؤمنين عماد الأمة وركنها الركين. وبعون الله وعزيمة جلالة الملك سيحفظ هذا الوطن مكانته الرفيعة مؤمنا مسيجا بالقرآن الكريم محصنا بالدين القويم، وستبقى علاقة الثقة والصدق والاطمئنان بين أمير المؤمنين وشعبه الوفي متجذرة متأصلة راسخة في الوجدان والأعماق. تحدث خطيب الجمعة عن الأسرة التي هي نواة الأمة واللبنة الأساسية من لبناتها، وطبيعي أن البناء المكون من لبنات يأخذ ما لهذه اللبنات من قوة وضعف، فكلما كانت اللبنات قوية متماسكة كانت الأمة كذلك. والعناية بتقوية الأسرة عماد المجتمع لا يكون إلا بتوخي المرتكزات القويمة التي يشاد عليها صرح الأسرة والتي تتضمن نموها وبقاءها. إن من مقاصد الإسلام السعي لبناء أسر متماسكة البنيان قوية الإيمان، وأن يسعى الجميع لأن تبنى الأسر على أسس سليمة تنهل مما ورد في مدونة الأسرة من حقوق وواجبات. حرص أمير المؤمنين على إخراجها نموذجا للاجتهاد الفقهي والقانوني والذي كرم من خلالها المرأة والأسرة والمجتمع والأمة بما هي أهل له من رعاية وعناية. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. يعتني أمير المؤمنين ببيوت الله ويخصها بالرعاية لتكون منارة إشعاع تربوي تكويني تنويري وإرشادي. يتعلق قلب أمير المؤمنين بالمساجد قياما وبناء وترميما ورعاية كاملة، وفي كل جمعة يقصد بيوت الله إيمانا واحتسابا، مقتديا في ذلك بأجداده الأشراف المطهرين الذين جعلوا من هذا البلد مساجد ومنارات ومآذن لرفع كلمة الله، وكانوا وكما على هديهم يسير أمير المؤمنين مضرب الأمثال في الدفاع الصادق عن وحدة المذهب وصفاء العقيدة.